صباح الخير أصدقاء أمواج، إن شاء الله ما نكون تأخرنا عليكم بفقرة الأبراج مع الخبيرة بعلم الفلك والأسماء والأرقام الست فريال حبيب فريال إبراهيم. صباح الخير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. يلا نحن جاهزين نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم، لكن كالعادة بعد ما تخبرنا الست فريال عن أحوال الكواكب وأبراجنا كمان، تفضل. اليوم القمر في برج القوس، يعني هذا الحكي يعني معناها الأبراج النارية كلها صارت أرياح منيحة نفسيا، طبعا بقصد يعني عندها مرونة، عندها هيك تقبل مهما كان الأمر، يعني ممكن يكون بغير حالي مزعج لإله، اليوم لا، بتبررها هيك بمرونة وبسهولة، وكأنها هيك يعني بلشت الأمور تصير أسهل إن شاء الله يا رب. كوكب عطارد في مع كوكب الزهرة في برج الجدي، طبعا هدول صار لهم فترة، فالأبراج الترابية أمورهم مريحة ومنيحة، يعني عند الجدي الثور والعذراء كتير مرتاحين هالفترة، يعني كأنه عم يحسوا الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يا رب لكل الأبراج يعيشوا هالشعور هذا، كأنه عم يعيشوا بأريحية أكتر وبسهولة أكتر. طبعا المريخ ما زال في حالة تراجع في برج الجوزاء، عامل شوية تعب للعذراء القوس والحوت كمان الجوزاء، لو كان هو موجود في حالة تراجع فيه، طبعا على كوكب المريخ عم نحكي، صحيا ونفسيا شوي لازم ينتبهوا، يعني شوية طولة بال، شوية هدوء بمر الوقت، وإن شاء الله يا رب تتغير الأحوال من حال لحال بكل الأحسن. راح نبلش على أول الأبراج، منصبح عليهم وصباح الخير يا برج الحمل. اليوم أخبار كتير بتخليك هيك تتأكد أو يصير عندك أمل كتير كبير بتحقيق هدفك اللي أنت عم تسعى له من فترة، شكله هالأخبار هيدي بتجيك بتدعمك بتسندك، بتحس حالك إنه هيك عم تشجعك بطريقة بتخليك تغير تفكيرك ويصير كتير إيجابي وللأحسن. كمان الثور منصبح عليه ونقول له صباح الخير، مريت بكم يوم يا عزيزي ما كتير كانوا مريحينك أو أنت ما كنت مرتاح فيهم، دعم اليوم من حدا بيخليك تندفع بتصرفك، فأنت صبرت وفيني اليوم طمنك أنه أنت راح تبلش توصل أو تنال اللي أنت صبرت عليه، فاليوم أنا بعتبره إيجابي يا عزيزي الثور، لو أنه مر عليك كم يوم حسيت أنه كتير كانوا صعبين أو كتير كنت هيك مزاجي فيهم، فاليوم كتير كتير منيح، استغلوا يا عزيزي الثور بأمور أنت بتفيدك وبتعود لك بالنفع. برج الجوزاء كمان مصب عليه موقف من أحد المقربين اليوم، يمكن أم أخ أخ أخت يمكن بيزعجك أو هيك بيسبب لك نوع من العصبية، فأنت لازم اليوم تتجاوز الموقف، أو فيني نقول أنه أنت اليوم تتجاوزه بنوع من الذكاء، عندك تأخير للشيء كنت ناطره، كمان احذر من ردة فعلك واليوم بعودي قدر الإمكان يا جوزاء عن المعاندي، ما تحاول تعاند بأي شكل، اليوم ما بيجوز أنك تعاند حدا لأنه ممكن تخسره لهيدا اللي بدك تعانده أو الطرف الثاني مهما كان نوع علاقتك فيه. برج السرطان لا تكون كتير يوم حساس عزيزي، حاول انك تكون مرن طويل البال اكتر من اللازم، يعني هاي نصيحتي لإلك، اليوم رح يكون يوم طويل شغل كتير، يمكن حدا بهمك كتير امره بخص صحته بتسمع خبر عنه ما كتير بتكون مرتاح او بيزعجك، واحساسك بالوحدة لحالك انك حامل مسؤولية الحواليك شوي هيك بيتعبك يا عزيزي. شو رأيك نروح لفاصل؟ يلا. وصلنا لعند الأسد، صباح الخير يا أسد، اليوم عم تثبت وجودك بكلام مفهوم، عم تحكي، عم تعرف شو بدك، عم تعلن عن شو بدك، عندك لباقة بالكلام بيخلي محيطك مستمع لك لو بالزور، يعني بمعنى انه انت ملفت للنظر بس بشكل فهيم، عم تشرح وجهة نظرك بشكل متفائل وكأنك انت ملفت اليوم للنظر، كأنه نفسيتك متغيرة وانت منطلق اليوم متألق، فاليوم الأسد يستغل هذا الوقت ويحاول يلملم حواليه، أو برأيي أنا المحيط الحواليه يرجع يلمه مثل الأول أو مثل العادي أو مثل ما لازم يا أسد. برج العذراء اليوم مزاج شوي، عم ترجع للماضي، عم تحاول تدقق على أمور صغيرة يا عزيزي، هاي الأمور أنا برأيي أنه بتتعب وبتعمل خلافات أو بتختلق خلافات من شيء كتير صغير وبصير صعب حلها، فانتبه كتير اليوم يا عذراء. برج الميزان أخباره كتير حلوة، قرار منك رح يكون
بعيد عن أي شيء بعصبك، اجتماعات، لمات للعيلة، فأنت اليوم مقرر كتير كتير تعيشوا هيك لليوم براحة بال وبصبر وبهدوء. فاليوم لللمات أو لهيك اجتماعات ممكن كتير كتير يكون في موضوع خطبة أو فرح أو يمكن يجي بيبي على العيلة. خير إن شاء الله، بتمنى الخير للكل إن شاء الله. برج العقرب اليوم عنده فترة كتير منيحة، جايتك هالأخبار بتخص أمور مالية عزيزي، حاول أنك تكون حريص على صرفك، وحاول كتير كتير تحاول ترسم خطة وتحاول تنفذها، مو أنه نرسم وبس، لا نرسم وننفذ، لأنه صرفك ممكن كتير يزيد، لأنه فعلا عندك أمور أو أموال جايتك، ممكن تكون بيعة عقار، ممكن يكون أرباح من صفقة، ممكن يكون حدا ساندك بهالفترة بالمال. فانتبه كتير يا عقرب من الصرف، وأهم شيء إنك إذا رسمت خطة تنفذها. برج القوس اليوم القمر عنده طاقته كبيرة، بشائر خير عم تجي، فرصة كبيرة، حاول تغتنمها اليوم لمصالحك الشخصية. معلش لو كنت مبين أو بدك تبين إنه أنت من النوع الأناني، كلنا أنانيين في هاي الفترة، هاي الظروف لما تجي لصالحنا بنحاول نغتنمها وتكون لصالحنا. فأنت اليوم فعلا عندك فرصة لازم تغتنمها وتكون لمصلحتك. أهم شيء تبعد عن الحساسية، ما تكون حساس على أي كلمة، حاول نوع يكون عندك نوع من الامتصاص. برج الجدي اليوم معصب، اليوم شيء صغير أو عزيزي صدمي الصبح، هيك تنصاب خيبة أمل، ممكن تصدب بحدا، ممكن يخيب أملك بحدا، أخبار ما كتير حلوة، بعاد عن أي عتاب اليوم أو مشاحنات يا جدي، انتبه كتير كتير. ممكن هالخيبة الأمل تكون تطلع من حدا كتير قريب منك أو قريب من قلبك، ما بعرف شو ممكن يكون الطرف الثاني، بس هيدا بيعمل لك هيك مثل نوع من الإحباط من الصبح، أنه أنت تطلع منك هيك لا ما كتير مقبول أو لا يمكن أني أقبل. لا بدك تقبل يا دلو، بدك تكون كتير هادي وتبعد اليوم. عفواً الجدي، آسفي. برج الدلو صباح الخير يا برج الدلو، اليوم الحوارات عندك بقوة، طريق سفر أو اتصال من بعيد يا عزيزي اليوم كأنك بتحكي بشي مصيري أو بينشرح قدامك عن وضع مصيري، فاليوم أنا بعتبره إيجابي بامتياز. حاول كتير قدر الإمكان الدلو اليوم يكون مستعد لهيك وقت أو لهيك فرصة. آخر الأبراج هو برج الحوت، اليوم تعبان يا عزيزي، حاول أنك تبعد اليوم عن أي طاقة سلبية ممكن تاخدها من حدا، لأنه الفيك مكفي. فأنت اليوم سيء الظن ببعض الناس أو ببعض بمين حولك، طبعا مو بكل الناس، فشوية هدوء، لأن العصبية ما بتجيب إلا الخلافات برأيي. أنا بنصحك يا حوت أنك تكون كتير هادي وكتير طويل البال، مع أنه أنت أكيد ما رح تسمع نصيحتي، لأنه بدك تكون اليوم في وضع منرفز زيادة عن اللزوم. فانتبه، بتمنى لك كل خير وهالفترة بس، وبعدين بتمشي الأمور، يمكن فترة يومين وبتبلش الأمور مع الأبراج المائية تصير أحسن بكتير. فبدنا نطول بالنا ونكون هاديين كتير ومستعدين دائما وأبدا للأسف، حتى هيك نستقبل أي ظرف ممكن يكون في شيء من السلبية، فلازم نحن نكون متهيئين نفسيا لهالموضوع هيدا، فبيكون سهل علينا إن شاء الله. وبتمنى الخير لكل الأبراج. مواليد اليوم شو بتقولي؟ اليوم نصب عليهم من عيدو، نقول إن شاء الله كل عام أنت بألف خير، إن شاء الله بتكون هالسنة ختام لأمور كتير كانت سلبية شوي معك هاي السنة، فأنت لازم قدر الإمكان تحاول تتناسى. طبعا إنه ما أنا أقول إني لازم أنسى رح أنسى، لا، نتناسى شو صار معنا، نبلش من جديد، وإن شاء الله السنة الجاية بتكون يا رب بادرة خير وأبواب فرج للجميع، وإن شاء الله يا رب بتضل بخير. مع رسائلكم واتصالاتكم أصدقائي، أول أسماء معنا سيفريال. طيب عزيزتي، بدون ما أذكر الاسم بدك تنطرينا كان شوي، ناخد اسم بشكل عام. عماد ابن فريزة، 10/6/1980. بده يعرف أموره بشكل عام عماد.
عماد عم يسألني عن بشكل عام شو برجعك. أول شيء التاسع القوس ناري عصبي طيوب، ما بتحب بتحب تتعامل مثل ما أنت بتحب تعامل، فللأسف لا، فالجو اللي حواليك أو فترة هيدي الظروف هيدي خلت كتير في نفاق حولك، نوع من الكذب، نوع من اللي فهدك كتير كان زعجك ومسبب لك شوية توتر يا عماد. بدنا نتحمل أو بدنا نحاول نمتص، يمكن إن أحيانا مجال العمل بيفرض علينا هيك أمور، مجال الشغل كل واحد منا حسب شغله، فممكن يتوقع أي حالة من الحالات. على فكرة عماد أنت من الأبراج اللي ممكن كتير كتير في شهرين 23 ممكن تكون راحة لإلك أو بداية لشيء كتير منيح إن شاء الله على طول يا رب. بس أنا بتصور إنه هالفرصة راح تجيك بهاي السنة هيدي اللي بتهتل علينا وهي 23، إن شاء الله تكون يا رب خير لإلك ولكل شيء عم يسمعني. تمام، معنا اتصال. ألو، صباح الخير. صباح النور، تفضلي. بس ممكن حكي المدام فرياد؟ تفضلي. نيرمين بنت نسرين. نيرمين بنت نسرين. نير مين؟ بنت نسرين. أيوة. 26/4 2002. عن السنة الجاية عن كل شيء. مو رقم محزي بعد إذنك. تكرمي يا نير مين، خليك على السماء. نير مين جدي برجيك. هادية مسالمة، ما بتحب المشاكل، ما بتحسي حالك إلا أنت متورطة بالمشاكل، لو كان كلام لو كان سرسرة لو كان نميمي. نرمين بدي قياك قدر الإمكان تسمعي أكثر ما تحكي. وضعك كتير منيح، عندك هيك أحلام بإذن الله إن شاء الله يا رب سنة الجاي. أنا بعتبرها من تحقيق لتحقيق أكثر من أمنية، يمكن لكل برج من أبراجنا أو لكل نوعية أو كل فصيلة بتقصد فيها الترابية أو النارية، فأنت من الفصيلة الترابية يمكن عندك فرصة وارد كتير كتير تكون بداية السنة لتحقيقها بشكل كتير سهل وبشكل كتير سريع. ورقم حظك أنا برأيي 10، كتير حلو كتير مناسب لألي. بتمنى لك كل خير يا نرمي. ست فريال عنا خنساء بنت غادة. طيب، 5 شهر تشرين الثاني، مواليدها 85. هلأ خنساء إن شاء الله سلامة قلبك، هي كتير تعبانة هالفترة، شو السبب يا ترى، شو وضع؟ برجع عزراء شوي عندها تقل، كأنه تعبك نفسي يا عزيزي ما أنه تعبك أعضاء. ما تخافي، يعني لو أنك عم تحسي بوجع بعيد الشر عنك أو سلامة قلبك عم تحس، أنا بقول أنه هيدا منبعه أو سببه الحالة النفسية اللي أنت فيها، مالك مرتاحة من المحيط، مالك مرتاحة من الظروف، مالك كلنا ست خنسة لازم تنتبهي في شغلة كتير كبيرة، لما بيعم الظلم عاد بصير عدل، يعني ما حدا أحسن من حدا، فكلياتنا عنا ظروف ممكن تتعبنا وممكن نفكر فيها، إن ما كنا نحن أولادنا وإن كان ما كان أولادنا أولاد الجيران وإن كان ما أولاد الجيران الظروف بشكل عام، فنحن لازم كتير الروح. ما فيك شيء يا خنسة، وأنت من النوع برجك من الأبراج يعني اللي بتتحمل شدائد، فحطي بذهنك انه ثلاث ارباع المرض يا جماعه والله او كله وهم، فما فيك شيء، نفسيا ريحيه، حاولي هيك شوي تروحي عن نفسك بطريقتك، تعملي رياضه، نوع من الرياضه، اسمعي موسيقى خنسة كتير بترتاحي، ان شاء الله ما في غير الخير. اتصال. الو الو الو، مرحبا، اهلا، تفضلي. معك رها بنت هلا. رهف بنت هلا، أيوة. مواليد اليوم 21/12/2008. كل عام وانت بخير. وانت بخير. شو حابة تعرفي؟ السنة أنا تاسعة، حابة أعرف حظوظي بالدراسة، الأوضاع العامة. تكرم عيوني. رهف بجنن، السنة كتير منيحة ودرسك كتير ممتاز ونتيجك راح تكون شغلي، ومن هلا بقلك إن شاء الله ألف مبروك، كتير منيحة، وإن شاء الله اليوم عيد ميلادك، إن شاء الله كل عام وانت بألف خير، وإن شاء الله هالسنة هي بتكون، هي سنة جاي يعني اللي بقصدها 23، بتكون مو بس بادرة نجاح، بادرة تألق وتفوق إن شاء الله على طول يا رهف. برافو، مبروك من هلأ، إن شاء الله خير. معنا ألو سارة. ألو، صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك ست فريال. صباح النور، هلأ. فيني أسأل؟ تفضلي. ديما بنت سميرة 14/2
90 مع زوجة حبيب ابن أنيسة 25/12/84 كيف علاقتهم مع بعض وكيف أمورهم يعني على المستقبل وكيف وضعهم بالسفر يعني هن هلأ بسفر دي ما ألف ولا تا لا تا تا كويس حبيب اسمعيني روح شكرا أهلا ما بعرف مين عم تسألني سارة يمكن ما عم تسألني عن ديما وحبيب ديما وحبيب مزوجين علاقتهم كتير ممتازة مع بعض اتنيناتهم فهمانين بعض اتنيناتهم لو تناقروا بس بيرجعوا بيتراضوا بيحترموا بعض فهي فصيلة ترابية وهو فصيلة نارية فكتير اتنين متألقين هو حمل وهي الثور الثاني فكتير في تقارب بالأفكار بالمشاعر بالأحاسيس بيحسوا ببعضهم وكتير منيح علاقتهم مع بعض وبتمنى لهم دائما وابدا ان شاء الله يا رب بالتوفيق يا ساره طمني بالك ما في شيء تمام معنا اتصال لسنا صبايا الو حيكون الاتصال الاخير كرمال نرجع ناخذ مسجات معك سيد فريال الو الو صباح الخير صباح النور حبيباتي كيفكم اهلا اهلا تفضلي انا والله طلعت على الهواء وحكيت معكم بس هلا عندي بعد إذنكم يعني مدام فريال بس تشوف لي لأن زوجي عندي زوجي أنا عم بيساوي لي مشاكل بالعقار وأنا مستأجرة يعني بتمنى بس الله يخليكم تشوفي رقمي الفلكي لأنه سمعت أنا بأحد القنوات أنه والله ممكن رقم ثلاثة رقمي على أساس أنه ممكن يفتح سجن ممكن أنا لو سمح الله زوجي عرضني يعني بهالتخريبات اللي عم بيساوي ليها بالعقار بالمشاكل بالعقار لو سمح الله يعني سبب لي شيء بحاكي يعني طيب تمام كل شيء يخص هالموضوع يعني بدك ست فريال تعرف لك تحسب لك أعطينا اسمك واسم أمك أنا هناء بنت سكينة هناء بنت سكينة 11/1/62 تمام زوجي معلش ايه تفضلي نادر ابن سهام نادر ابن سهام 24/4/61 اوكي يعني حنشوف هلأ ما بدك طبيعة العلاقة بيناتكم بس بدك تعرفي شو كرمال القضايا أو العقار أو هيك شيء أيوة بينك وبينه بخاف يعني لا سمح الله بسبب المشاكل اللي عم بيساوي لي إياها يعرفني لأن خاتم أو إذا في خطورة علي أنا طيب يا حبيبتي القصص بدها رواء أكثر تفكير أكثر واسمعي الست فريال تفضلي يلا سندس ما في داعي تسأليها عن طبيعة التوافق لأنه مبينين شو يعني الست هناء ما بعرف شو وصلت الأمور لهون يمكن كل واحد فينا ممكن يضعف أيام يمكن مشان المصاري أو ما بعرف بغض النظر ما رح نظر عليك يا ست هناء أمورك كتير منيحة وعيني مهما 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 صار ومهما حسيتي بحالك متورطة ومهما كتر الكلام وخديها مني وبذكرك يا ست هناء رح تنشالي منها مثل الشعرة من العجينة مع انه ما انك سهلة ست هناء مو لانه بس رب العالمين بده يكافئك ما بعرف كيف ولا تسأليني كيف لا لا باخر لحظة تنشلي منها عجيب غريب ما بعرف ان شاء الله يا رب تمر على خير ما تخافي لا قدامك سجن ولا قدامك شيء وهو من النوع الطيوب بس ما بقى تكتروا حكي فالمراسيل اللي بينك وبينه أول عم يوصل لك ويوصل له هو اللي زاد الطين يبلي خديها نصيحة مني شوفيه وش بوش ولا ما عندك جرأة فأنا برأيي هيك يعني مهما طالت المسافات بالأخير تقصيرها بكل صالحنا شوفيه وانت شو بدك وشو بدك مني وشو كذا حاولي تفهمي أو تفهمي إن ما عندك جرأة وما بديك ما في داعي خلص اتركي له شوف شو بده يطلع معه انا شايفه بانه انت كثير لحالة هيك الاقدار بدها تساعدك ما تخافي هنا بتمنى لك كل خير ان شاء الله ان شاء الله بالنسبه للاصدقاء اللي عم يدقون على الواتساب اتصال لو سمحتوا يعني عم ينتزع الواتساب عنا بالاتصال فنحن ما بناخذ اتصالات واتساب بناخذ بس الرسائل عنا ست فريال تيمه بنت حسيبه
2 حزيران 98 عم تسأل عن العاطفة والمال. تيماء ما في همزة؟ تيماء أمبلا، تيماء بنت حسيبة. تيماء عم تسألني عن العاطفة يمكن أو عن الارتباط؟ العاطفة والمال. أيوة، فالمال بالأول إيه؟ عندك أمور كتير منيحة، عندك تجرة أو حصول على حق أنت بتعتبري، ممكن يكون إرث، ممكن تبيعي شيء، على كل حال أرباح مالية بلا وارد كتير كتير، وبالشهور الأولى من سنة 23 رقم حظك 9 كتير حلو بناسبك كتير يا تيماء، وبإذن الله يا رب هو لا بيني وبينك لما بيصير معك مصاري بيصير سهل الارتباط، ما عاد في عائق يعني، إن شاء الله يا رب قريبا بارك لك إن شاء الله يا رب. مقداد ابن هدى، إداش 796. عن شو بيحب يسمي؟ هو عسكري بده يعرف عن التنقل بشكل عام، عن السنة كمان وعن الصحة والعاطفة. مقداد عم تسألني عن أول شيء برجك جوزة، تعبت هالفترة وصل لك أنت أبشع شيء بحياتك بصير معك، يمكن هيك ما بعرف إذا بكون قلمي صادق بهذا الكلام اللي أحكي لك، إنك تنتظر شيء وبتحس هالشي ما ناطرك، لأنه عندك طبع إذا طول بتمل، بصير عندك هيك نرفزي من النوع إنه ما بقى بتوثق بحدا. تبع لي مقداد، عندك أمور كتير منيحة واللي بدك يا راح تناله، بس بشوية هدوء بشوية صبر، وانتبه من ألفاظك هالفترة يا مقداد، كأنك تحت العين، فأنت لما بتعلق أو بتنقد انتبه على ألفاظك، فحدا بيحبك عشرة لا، عم تنتبه لي؟ فهم علي يا مقداد، فشوية صبر بتوصل اللي بدك يا أمبلا. عندك تغيير وعندك نقل وعندك كتير تغيير بشي بيبسطك بشي إيجابي، حاول تكون متهيئ لهالأمور هيدي. تمام. حسن ابن فريال، شهر 8 مواليد 78، بده يسأل عن كل جديد، عم تبعتوا رسائل ورا بعضها فبصير هون خربطة عزيزتي. طيب حسن ابن فريال، شهر 8 مواليد 78، سأل عن كل جديد، شو عنده للقادم من ترفيع وترقية؟ حسن مقروعك يا حسن، أول شيء أنت بلشت بطريق أنت ما كان بدك يا، على كل حال يعني عم أشرح لك شو، بعدين وثبت إجراك، بعدين صارت الأمور أحسن، بعدين الكرسي ارتاحت أكتر، يعني أمورك عم تمشي لوحدها، القدر معك عم يساعدك بطريقة كتير حلو. حسن الجاي كتير منيح، برجك ميزان، عندك عدالة بتجيك هيك من القدر من السماء ما بعرف من وين، فبتحس حالك انه أخذت حقك كامل مكمل، وعندك رضا من الحواليك أو من المحيط اللي حولك أو من الظروف اللي عم تصير. ففعلا يا جماعة صار عندي يقين أو شبه إيمان بموضوع انه مصائب قوم عند قوم فوائده، فأيام لأيام هاي الشغلة ما بحبها، فأنا بنحط فيها غصبا عني، فبالأخير بقول الحمد لله أني اخترتها. حسن أمورك كتير منيحة والجاي كتير منيح يا حسن، بتمنى لك كل خير. هلأ بدأت تسأل عن زوجة بالمال، ثائر ابن بسيمة، ثمانية شهر 3 مواليد 84، تسأل نقل من محل إلى محل وكيف المال للقادم. بلا عنده تغيير وعنده نقل وعنده مكان أو مصير جديد أو عنده مشروع جديد سائر للأحسن، وبيكلل النجاح المشروع وهو ناوي يعمله، ما بعرف شو هني، ممكن يبيع شراء، يقدم على شيء كتير جديد يعني كتير منيح وكتير يكون يعود عليه بالمنفعة، عنده مال وعنده أرباح وأموره كتير منيحة، مع أنه مرقت هالفترة هيدي 3 شهور نحن الفيها مضت ونحن وما زلنا كتير كان تعبان نرفز، مزاجي ما كتير فايق ما كتير راضي، بس سائر رح تتبدل أحواله للأحسن. بلا يا زوجته طمني اللي بدك يا إن شاء الله بتوصلي له. موفق ابن وطفة، يوم 1 شهر 12 مواليد 77، عن نقله من دير الزور إلى اللاذقية، هو ضابط وعن كل جديد عنده، تكرم عيونك.
موفق، بتمنى كتير كتير شغلي يسمعها مني أو ينصحوا فيها. لا تصدق فوق لا تشوفه بالمكيال، ما تصدق وعود العالم وتعيش فيها، بعود قدر الإمكان عن الوهم. كتير أمورك منيحة، كتير علاقاتك منيحة، كتير وأنت محبوب وخصوصا من قبل الغريب، بتتوفق من الغريب أكثر من القريب، كله هيدا صح. بس بتمنى الوعود اللي بنوعدها تكون أنت حاطت نسبة 3/4 أنه ما تصير، فأنت لما بتصير بتكون كتير سعيد. عزيزي والله الفترة شوي كانت صعبة، يمكن عانيت من فراق، من بعد، من خسارة، من ما بعرف شو عندك كان ظرف، بس تجاوزته بإذن الله. جاي كتير منيح على فكرة، بروجكت ترابي الثور الثاني والأبراج الترابية من المتألقة السنة الجاي بإذن الله راح تكون كتير مرتاحة نفسيا وماديا، وأمور النقلة طبعا، وراح يحققوا أكثر من أمنية لإلهم. يلا حاجة الله يحقق لنا أمنية واحدة لكل شخص فينا، ونحن كتر خير الله. طبعا توافق هلا سيد فريار، ارتباط وزواج. زينب بنت ابتسام 27 تشرين الثاني 98 مع حسام ابن سعاد يوم 7 شهر 4 مواليد 89. طيب حسام كيف احس اذا اربع حروف حسام؟ اي حسام ابن سعاد. اي حاء واو ولا حاء سين؟ حاء سين. حسين. طيب. حسام متزوجين ولا مخطوبين؟ لا عم تسأل هل يوجد ارتباط وزواج؟ اها. والتوافق بيناتهم يعني. زينب إذا عم تسأليني للنصيحة، أنا لا ما بحبز، لأنه ما في توافق أبدا للأسف. يعني أنا ما راح أقول لك، أنت لحالك بتجنني وهو لحاله بجنن، بس أنتوا مع بعض لا. أنا بقول لا، وإن شاء الله يكذب القلم. وعلى كل حالك القاعدة شواص، بس كفصيلة ما بتتعايشوا أبدا. أنت التاسع نار وهو الرابع، الرابع سرطان يعني مائي، فدائما وأبدا النار بتأثر على وصول. إذا كان الشاب مائي بصير في مشاكل كتير، لأنه يا أما في حال واحد. مين اللي بيكون أقوى هون؟ العلاقة هي الأقوى، الطرف الأقوى هي بدها تحاول تسيطر. قوسية هي، قوس يعني هدافة، يعني إذا حطيت شيء براسك صعب تتراجعي له، عنيدي لا يمكن أنك تقبلي النصيحة وخصوصا منه. فأنت دائما وأبدا بدك تشيري عليه أنه عنده مرونة، ممكن يساير أبوه أمه وإخواته الجو حواليه، فهذا الموضوع ما رح يعجبك يا زينب. أنا برأيي بلا، وأنت حرة إن شاء الله يا رب كل خير قدمه رب العالمين. آمين. مجدولين، مجدولين بنت ابتسام 28 شباط 99. مجدولين بدها تعرف أوضاع بشكل عام. مجدولين أمورك للأحسن إن شاء الله يا رب، كأنه عندك هيك خطوة بتخطيها بتغير لك مصير تفكيرك كله، مصير حياتك، عندك انقلاب جذري ببعض الأمور اللي لصالحك 100%. مجدولين بس بدي منك شوية تهدي عزيزتي، بنصحك بس بشغلي وحدي ولازم كتير تنتبهيها وتسمعي مني. الحكي كتير بيخلينا نغلط كتير يا مجدولين، دائما وأبدا حبيبي اسمعي أكتر ما تحكي. رب العالمين خلق لنا دينتين يا جماعة ولسان واحد، مشان نحن نسمع ضعف ما نحكي. أنا برأيي كلام يا كتير يا مجدولين بيعمل لك مشاكل وأنت بالغنى عنه. هو مشكلتنا دايما كلنا الكلام الزايد. تمام. طيب إن شاء الله خير. يعني. آخر اسم معنا، وأنا بعتذر من كل الأصدقاء لأنه حتى بالكونترول عم بيقولوا تجاوزنا الوقت. مي بنت رأفت، أكيد موعد الأبراج أصدقائي بشكل دائم عدا يوم الجمعة، فبتقدروا اللي ما صار يعني حالفوا الحظ اليوم بإنا نقول اسمه أكيد بكرة كمان معكم. 87 مي بنت رأفات مع تمام ابن حسنة 6 فريال، حسنة بالألف حسنة. 15/12/89 تمام. هلأ أوكي، هنا علاقة زواج هنين، يا ترى في طلاق؟ هاي الفكرة معقولة يقرر يرتبط مثلا؟
ما كتير فهمت عليك بس هيك فهمت يعني هلا من كتابتها لمي. مي حاولي ابعتي رساله ووضحي فيها اكثر لانه انتم متزوجين ما فيني احكي شو اذا ما عرفت شو يعني ممكن انا زيد الطيني بلي او غالبا متزوجين ايوه وفي مشاكل او شيء او طلاق كاني هيك فهمت يا مي. على كل حال مي انا بحملك المسؤوليه انت برجك حوت الحوت الحوت طبعه كثير لازم يكون اول شيء لازم تستخدمي ذكائك بكل شيء بيساوي الامور مو بكل شيء بيخرب انتبهي كثير يا مي وما تديري دينتك على العالم طبعا ما راح احكي عن تمام شيء لا اعرف انت شو علاقتك فيه او شو لوين واصل الامور تمام بدي احكي لوحده برجو الدلو كتير منيح كتير حباب كتير وانت حبابي كتير كتير بس انا ليش بحملك المسؤولية لانه تملكين من الذكاء والطاقة العالية فلازم تستخدميهم لإلك يا عزيزتي اول شيء استخدمي لمصلحتك وبعدين حاولي انت تعيني فانت تقدمي نصائح كتير وبتنظري على العالم حبيبي حاولي استفيدي من ذكائك ودهائك لإلك ولمصلحتك ولتمشي الامور وخصوصا اذا في اطفال يا جماعة بتمنى لك الخير يا مي وضحي لي أكتر بساعدك إن شاء الله يا رب وبنصحك أكتر صار المواد إلا ثلاث شكرا كتير لألكسة فريال شكرا لكل الصديقات والأصدقاء يلي تواصلوا معنا أكيد بكرة موعدنا معك كمان بنفس التوقيت وانطلاقا كمان بداية من الأسبوع القادم يوم السبت دائما معكم بفقرة الأبراج يلي ما ذكرنا اسمه لا يفكر راحت عليه أكيد فيكم دائما تواصلوا معنا عبر الاتصال وعبر الواتساب محبات أصدقائي شكرا لك ست فريال وكل خير باي باي, 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 باي.